أنا أمي اسمها مكاظم المشهد، تعلمنا حرفة الخوصيات من كان عمرنا 10 سنوات، وفي عدة أنواع وعدة شغلات. عندكم الزبلان، عندكم حق الخبز، عندكم هذا حق المكسرات حق الضيافة، وعندكم هذا حق الأعراس يحطون فيها مشامر العروس، الناس يحطون فيها يعني ألعاب ويحطون فيها مكسرات وبعض يعني يحطون فيها عدة أشياء. وعندكم السفر، كانوا يتغدون عليهم أجدادنا، يتغدون ويتعشون. عندكم هذا المبخر، عندكم المنز قديما يعني، وعندكم المهفات، وكانوا الصيادين يستخدمون القفاز الكبابيس كبوسات. عندكم هذه الأشياء حق الأطفال يحطون فيها بوكلاتهم، عندكم هذا الصغار، وهذا نفس الخوص اللي كنا نستخدم منه، وهذا كانوا الصيادين يستخدمونه حق يعني يحطون فيه الأسماك، وبعضهم كانوا يستخدمونه للقرقيعان. وأعلمكم على صناعة تلوين الخوص، كنا نطبخهم في قدور كبار يعني بالنار ماي ونفس البودرة يعني عشان تثبت الألوان، وندمج بين لون ولون عشان ننتج لنا ألوان جديدة. وشاركنا في عدة مهرجانات يعني خارج، عندك مركز الأميرة جواهر، مهرجان شاطئ الغروب، مهرجانات عديدة في القطيف.